المشكل بالشغل دي ما هو احنا ما حبيناش، احنا حبينا نصلحوا المشكل هذا اللي موجود في طريق الجرجير، معناتها نحلوه ان فوا بوغ تو. عندنا ما شاء الله عندنا الملح، عندنا البترول، عندنا الضيعه، عندنا 50,000 حاجه. راهو كي تشوفوا المؤسسات هذه قداش تعطي فينا فلوس راه تضحك. راهو يعطي فيك 30 مليون بترول، بترول يعطي فيك 30 مليون ما يجيش حتى سلارات. كوتيزال تعطي فيك في 50 مليون سي دي تو. معناتها هني غدوه في درنا عليهم رجال جرجيس درنا عليهم الكل. كل واحد مره واحد شد عامين، مره واحد شد عام، مره واحد، وكل واحد اللي يقطع يخلي عجاجه وراه. في فيني علاش خاطر ينفضوه. والله راهي جامعه يجيب 300 مليون 400 مليون يدور بيهم عارف داخلين. هذا هو السبب الوحيد اللي خلانا نقدموا استقالتنا، ما نجموش ما قديناش بصراحه نقول لكم. وما نجمناش وما نجمناش وما نجمناش وما نجمناش سيرتو انا وخلي بربي خلي كمل خلي كلام كمل. وحتى باش نمشي للوالي اليوم راه مش ماشيين بنقول له مثال اعطيني سالير تو الجمعه هذه والجمعه الجايه والجمعه اللي بعدها فهمتني. خاطر انا نقول لكم شنو الحل تو اللي موجود في الجمعيه. حاجتين، يا السلطه تو تهبط بالصحيح وتعاون الناس اللي موجودين تو في الجمعيه. راه اسم سي عبد الله يقول تفضل يا خويا برا اللي عليك عليا وكمل العام تاعك ما هناش يا خويا ما تدوش ممكن جمعه اخرى تجيكم رئيسه. صحيح بعد الربح الكبير اللي عملناه والماتش الكبير اللي قمنا به والفرحه نهار السبت تشوف اليوم في الريبريز، معناها بعد الاجتماع مع سي عبد الله فهمنا اللي معناها الحقيقه ما عادش قادرين. الهيئه ذي عملوا ما بيوسعهم في اول العام، كان جونا باهي، عملنا تحضيرات كبيره، قمنا بكل شيء وكانوا معنا معناتها كيما يلزم. توا الحقيقه معناها الحوار اللي دار بيني وبين الرئيس معناها توا ما فماش فلوس. معناها اذا جمعيه بتلعب على الصعود ما فماش فلوس راني تنجم تلقى روحها في السير لو سامحني. انا صارت لي تجربه ونعرف معناها الحقيقه هذوما. اذا ما فماش فلوس راك في البيت ياكل كف ديريكت معناها سامحني في الكل. راهو جرجيس برجال هذا نورمالمون جرجيس رايت ما تستاهلش اللي صاير توا. راهو جرجيس انا نعرف جريس قبل كيفاش ونعرف كل شيء. مش معناتها تقصير من الهيئه، الهيئه عملوا اللي عليهم وقفوا ما عادش ينجموا. سبحان الله ناس دفعت 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 سي بون ما عادش ينجم. سمع اللي فهمته انا ما عادش فما ناس تعاون، ما عاد حتى حد يحب يقرب من رجال الاعمال يعاون. ما نعرفش علاش السلطة ماهيش قائمه بالواجب نتاعها من ناحيه الرجل الرئيسي. معناها الناس جبدت 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 ما عادش ثم حتى فرنك في الكاسه اللي فهمته انا توا. ناس قدمت استقالتها عندهم حق برجولي، ناس تعبت صحيح صحات معانا. ما احنا تحب ولا تكره تو المال قوام الاعمال سيرتو في الفوت تو ولا في اي سبور ولا في اي حاجه في الدنيا تو ما عندكش باش تكمل سيزون، ما عندكش موارد باش تخدم على روحك، ما عندك وين توصل، ما عندك وين تمشي. لازم الناس الكل تفيق. راهي ترجي جرجيس ما تستاهلش اللي صاير تو. راهو ترجي السيسي مسحق الناس الكل، مسحق رجال الاعمال، مسحق السلطات، مسحق الناس الكل. سينو راه تنجم الله لا قدره تمشي في هاويه. راه ثم وسبقه تجارب وناس تشوف باجه عاملين شبكه تحت التروا في 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 قالب معناها موضوع كيما هكا بالضبط. معناها باجه ما عاونوهاش لقى روحها في التراب. ناس سنين وقفت وحطوا الفلوس. اذا جرجيس تحب ترجع لفوق ويحبوا يرجعوا جرجيس لهيبتها ويرجعوا لها معناها قيمتها قدام الناس راهو يكذب عليك. لازم الناس الكل تقف مع بعضها، الناس الكل يد في اليد، سينو راهو ما عندنا وين نوصلوا هكا. صحيح والله عندي 4 على 5 سنين سينيور، تو اول مره معناها نتعرضوا لحاله كي من هذه. سيرتو عام السنين معناها عام طلوع والناس كلها تستنى في ترجي جيس باش ترجع لبسطها ان شاء الله. والله الناس الكل تلتف والسلطات معناها الناس اللي تغير على جرجيس وتحبها بالحق ان شاء الله الناس الكل توقف مع بعضها ونشوفوا حل في الوضعيه اللي احنا فيها تو. خاطر راهي تنجم ترجع بالمضره للجروب. راك تشوف جونا باهي وجبنا 3 بوان امس، شفت الطرح كيفاش تعدى. ان شاء الله نلقى حل في اقرب وقت معناها باش صريح مع الرئيس. صحيح هو حوار صريح وراك تشوف الرئيس ما لقاش شكون واقف معاه وبالرغم من هذا جي معناها ما مش هكا اللي قعد ما جاش. جي يحكي مع الجوارات صرحنا قال راه ما فماش فلوس، اعطانا الوضعيه كامله معناها كل شيء على الطاوله كل شيء واضح. ان شاء الله كيما قلت لك الناس كل تلتف السلطات الشركات اللي في جرجيس والناس اللي لابس بها معناها رجال الاعمال ان شاء الله يلقوا حل في اقرب وقت ان شاء الله. والله
ايش باش نقول لك بصراحه، يعجز اللسان باش واحد نتكلم على حاجه ما تعودتش بها. لكن الفترة اللي انا فيها تو بصراحة من واجبي اني زاد نعذر الملاعبية شوي، بالرغم مش موافق انا على اليسار، لكن كانت فما وعود بصراحة من قبل مباراة ريانا الناس باش تاخذ مستحقاتها. الإدارة متأكد انهم حاولوا دي غوش دروات، ما فماش بوسيبيليتي. الملاعبية انا اخويا كاستاف تكنيك ممكن سيطرت عليهم في ماتش ريانا باش يمشوا معانا مساكن بون واجتهدوا، الريزلتا كي موضوع ثاني، لكن اجتهدوا على الاقل حاولوا ولعبوا معك الماتش وروحوا هنا كيف كيف. لقينا رواحنا يتوقعوا في الجمعه نتاع باجا نفس الشيء باش ياخذوا مستحقات، ما فما حتى شيء. وبالرغم هذا حاولنا ماتش مكعر، ماتش صعيب ياسر تاع سي بوان، كان مش بالسهل انك تحضر نفسيا وما غير فلوس. والرغم هذا لميناهم مساكن وكانوا في مستوى بصراحه ورينا الا التجاوب بصراحه منهم. في فتره ما انا تكلمت قلت ان ماذا بيا حتى ملاعبي ما يدخل الملعب الا ما يكون فريمون معايا قلب ورب، وموضوع الفلوس اللي يخليه لبرا. وفعلا الناس دخلت الداخل واجتهدت والحمد لله ربي. نتصور انا ميسيون اكومبلي، انا نقول ماتش باجا جابوا لك 3 بوان اللي بيهم الفائده، الور من حقهم خويا تو زاد باش مساكن ياخذوا مستحقاتهم. ما نعرفش انا وضعيه الاداره كيفاش معناها، لكن اللي متاكد منها ان الخزينه فارغه ما فيها حتى شيء. الناس اللي تعطي ممكن ما فماش، فما عزوف كبير ياسر من اهالي زرزيز بصراحه ورجال الاعمال تاع زرزيز، هذا شيء. ومن بصراحه السلطات المحليه والجهويه ما نعرفش، احتمال تكون فما قصور. فهمت ان شاء الله. اذا كان نقول لك حاجه، هذه راهي بوادر تخوف برشا. معلومش معقول جاي تحضر في مباراة كاس ضد نفس المنافس نتاعك اللي لعبت معاه الأسبوع هذا وعندك سمعني بش... والله أنا حذرت أنا من أول موسم صراحة، قلت له شوف المشكل في ترايج زرزيز اللي احنا ممكن قعدنا 20 سنة في الناسيونال تسمينا على الناسيونال، يعني كي طحنا الناس واخذة الأمور ببساطة أننا بنطلعوا بسرعة. اللي يخوف اللي يلزمك تعيش الواقع ومتاع البي، اذا تحب تنقذ نفسك بسرعه يعني تعود ترجع للناشونال، اول حاجه انك لازمك تكون فريق طيب ومعاه فلوس. الفلوس خطر يا اخي، راهو الصعود ما يجي كان بالتحفيز. انا نقول لك انا التحفيز الملاعب لا يلعب لا ليا لا ليك، راهو كيفاش تقعد انت بمكافاه نتاع المباراه، خويا لازم يخلص المباراه تجي يلقى المكافاه نتاعه. والله يراعي لك ظروفك بعض الاحيان، في راتب اثنين يصبر عليك ممكن، اما باش يعيش احنا عندنا جي 13 14 ملاعب الناس من برا من جرجيس مساكن، يعني بصراحه لازم انسان يحس الناس هذوما ويعطيهم حقهم. خاطر بصراحه سمعت في بعض الملاعبيه بصراحه عايشين في ظروف بصراحه سيئه جدا، ما تعودناش ان الشيء شو يصير في زرزيز. بالرغم انا ما نكذبش عليك، بالرغم نحس الاداره مش مقصر بامكانياتها المحدوده يعني قاعد تسعى، لكن للاسف اشك فوا يقعدوا الملاعبيه ما يوفوش، ممكن خاطر فما ناس اخرين واعدين نفس الشيء ما يوفوش. المشكل هذا يا راهو اذا باش يدوم في زرزيز راهو كيما قلت لك، راهو من اسهل الاشياء انك تنزل للدرجه اللي تحت. راهو المرسى وما ادراك، وباجا كيف كيف يعني فرق عريقه وقت تشوفها قاعده تقاسي الى اليوم، جربه كيف كيف يعني ما شاء الله يعني فريق عريق وكذا عم ناول على شبه حفره انه ينزل للسي، وصار انقاذ ونقص هذا يعني الناس ما استوعبتش الدرس وباقي اي المحل. الحل انا نقول لك حاجه، شوف راي الجمعيه لا نتاع الياس اسماعيلي لا نتاع عبد الله بالهيبه لا نتاع حتى واحد نتاع الجلسه الكل، اذا يحبوا يوقفوا الجمعيه نتاعهم انا نقول لك الوقوف راهو اللي عنده الماده معروف لازم يوقف ماديا، واللي عنده الجهد يوقف بالبدن نتاعه وبالوقفه وبالكلمه الطيبه. لازم هذه يعني وقفه جماعيه تكون الناس كل اذا كان يحبوا يرجعوا الفريق للبلاصه نتاعه. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى سلطه اخويا الجهويه نتاعنا والمحليه والمحليه لازم اخويا تضغط على الشركات المنتصبه هنا اخويا، باش من حقنا احنا كترزيز فريق عريق خويا من حقنا ان خويا نستنفعوا كما هما يستنفعوا خويا بثروات البلاد، من حقنا نستنفعوا بمبلغ طيب خويا يحل المشاكل الماديه نتاع الترجي الرزيزي. مشكورتك صح. باهي تشوف الوضعيه تو اللي عايشتها الترجي الرزيز تسمى كارثيه. احنا كستاف ما هذه مهنتنا محترفين، جينا للملعب حطينا لي زون بلاس نتاع السيونس، لقينا الملاعبيه غادرت الميدان بعد ما حكوم على من الرئيس ظاهر فيها ماديا عندهم الحق. انا كملاعبي كنت ملاعبي اذا ما توفرنيش المينيموم اللي هي مثلا مصروفي وفلوسي وشهريتي راني عندي التزامات اخرى ما نجمش نقدم لك حتى اضافه. نراها عاديه انا باش من حقه ولو انها ما تجيش في ظروف الاحتراف ما تجيش انك بتمشي تنجم تعمل سيونس وتطلب. الموارد الموجوده تو في ترجي رزيز ازيرو،
ثم شركات موجوده، ثم ما نش عارف السلط يا اخويا، تتحرك الناس كلها، ثم رجال في البلاد لازم يتحركوا. اذا ما وقفوش الترجي الرزيسي اللي كما قلت راه من عام 34 لاول مره تصير الحاله هذه اخويا، راه نقولوا وين ماشيين به الترجي الرزيس. ممكن كان تحلت ولا مشينا بها الاقسام السفلى، ممكن نعاودوا نخدموا من جديد، ممكن خير.